grandi comme ça, tu vois. Malgré le fait que je sois jamais allé, j'ai grandi avec tout ça, ces valeurs, l'Algérie, avec que l'Algérie. On est prêt à mourir sur le terrain pour l'Algérie. كما يلزم الحال ونعطيو له حقه في التيران خويا والحمد لله اللي فرحنا الشعب تاعنا جمهور الجزائر نقول لهم وقفوا معانا كما نقولوا في المليحة وفي اللي ماشي مليحة وكما نقول لهم نقول لهم عندكم اللي صوم يلعبوا في التيران ورا نفرحوكم ان شاء الله ولو كان نعرفوا روحنا نموتوا على الاعلام تاعنا سيتي انيس جي شانتي عائشة 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 ايكوتوا ريستي انك تحقق واحد الامنيه اللي كانت عندك من كنت صغير. انا ربي وفقني خدمت امنيه تاعي باش نوصل نلعب في الفريق الوطني اول ان شاء الله. السلام عليكم mon frère. Je te souhaite un très joyeux anniversaire à tes 100 ans, Inch'Allah. On est là avec Hasdin. Vive l'Algérie! Dédicace, Mohamed Zahir, les grands vents. ربي يحفظ خويا ديديكاس ليك السلام عليكم خافوش حنا ها حنا نجو هنا نربحو خالي روتو نربحو معلم صح كيما يبغي ها الوالدة هي كلشي كيما انا عندي غير الوالدة وشيباني زين شنو تقول الوالدة تاعك ربي يخليها لك اه قول هيا 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 ربي يخلينا للوالدة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يخليها ان شاء الله ربي يخليك الوالده ان شاء الله اي اسمع وبالوالدين احسانا عاودوها كاع قولها له لا خلوه يقولها هو عاودها كاع وبالوالدين احسانا اه يا ربي طيب مجموعة من الزملاء طلبوا مني أن أسألك عن لقب لقبت به عاشور العاشر ماذا يعني لك هذا اللقب؟ هذا يعني لي جمهور اتحاد العاصمة في الجزائر وإن كنت لعب رقم 10 كانوا يسموني بعاشور العاشر وإن كنت مفرحهم وكنت كل ما ندخل الملعب يغنوا لي الله أكبر عاشور العاشر كنت نسجل لهم كثير سقت لذلك الأجواء؟ والله اشتقت كثيرا وإن جمهور جمهور اتحاد عاصمة مكاش جمهور كيفه وين يحبوا فريقهم كثير ويشوقوك بهذيك الاغنيات وكل شيء معروف معروف تعرفي اتحاد عاصمة؟ نعرف اتحاد عاصمة مغني عن تاريخ كما الوداد والراجع في المغرب نعم الحمد لله يعني مبروك لكاع الشعب الجزائري اكيد بهذا التتويج يستاهلوا الحمد لله انا فرحان يعني بزاف اني يعني كنت سبب من الاسباب يعني لاسعاد الشعب احسن حاجه الانسان يفرح بها انه يقدم حاجه للوطن يعني رياضيا الحمد لله هذا سيناريو يعني راح يقعد لي في الذاكره اكيد الحمد لله توقعت اليوم المنتخب التونسي عشنا بالضغط كبير الحمد لله يا ربي راهي كملت بالفوز نادوا هذا الفوز للجمهور تاعنا والشعب الجزائري ونشكر كاع اللاعبين طاقم فني طاقم اداري كاع الحمد لله يا ربي هضروا بزاف
شكون هما هضروا بزاف ما نسمعوش حنا الهضره حنا نلعبوا على الدرابو ولا درابو نلعبوا عليهم واش هما اللي بدو درابو فلسطين اللي درابو تاعنا الجزائر ما كان لي بريمي ولا حنا نلعبوا على الدرابو حالك امير لا سلام امير وراك رايح وراك رايح استاد شعرك روطار جيسبر كو فوز الي بيان سي بور فو دير ميرسي بور دو نو سوبورتي دي ديرنو دو لالجيري Yeah.
Tonight is the night. We'll fight till it's over. Let's rip out our hands.